في ظل مظاهر الحداثة وتقدم الصناعات والاستغناء تقريبا عن الأعمال اليدوية، ما زالت مجموعة من النساء تسعى بشكل دؤوب لترسيخ التراث العربي والحرف اليدوية والنسيج وتعليمه للآخرين لتناقله وعدم اندثاره من جهة، والعمل به واكتساب الخبرة في هذا المجال من جهة أخرى. حرف قديمة جديدة وفنون دقيقة كنسيج السجاد على النول اليدوي تشد الكثيرين هنا في دالية الكرمل لتعلمها واكتسابها وتطويرها. في بعلم دورات النسيج اللي هي الإبداع الفني لنسيج السجاد، ولي سنين اشتغل في هذا الشغل. هذا مجالي كان في عين حوض من قبل 20 سنة اشتغل، وعملت معارض في خارج إسرائيل كمان في هذا الشغل، وإسا بمرق دورات هون في الدالية عندنا في المركز الثقافي، وعقب الدورات من خلص الدورة كمان بنعمل معارض للنساء كلها اللي بتشتغل عندنا. بمزيج الألوان والخيوط وبكثير من الإبداع يتم تجسيد ونسج صور مستوحاة من الطبيعة، فضلاً عن تجسيد لوحات لرسامين ضمن هذه الأعمال الفنية. بنتي رسامة وبحب فنها وشغلها، أنا حبيت ترسم لي رسمة وإيجي أعملها على النول وفرجيها شو اشتغلت من بعد الرسمة اللي عملتها. هذه الحرف هي جزء أصيل من التراث العربي الغني والتي يعزف الناس عنها مع تقدم عصر التكنولوجيا، الأمر الذي يدفع الكثير من المهتمين بها للدعوة للحفاظ عليها وتوارثها عبر الأجيال. أنا بحب الأشغال اليدوية القديمة كلياتها وجديدة، أما لاحظت أن الأشغال القديمة النسيج بالذات يعني عم يتجدد في المتناس عنا عن طريقة المرشدة الأخت منيرة القرا، وحبيت انضم وجسد صورة بحر وغروب. رغم كافة مظاهر الحداثة والتطور يبقى للصناعة اليدوية رونق خاص ممزوج بعبق الماضي يروي تاريخاً وحضارة.